كثيرا ما الناس ينظرون إلى الغرب ويرون فقط جزءا بسيطا من الغرب ولا يرون الباقي. مرة أنا كنت في الجنينة مول عند الاتصالات، قال العامل، قال من أين أنت؟ من روسيا؟ أنا قلت لا، أنا من ألمانيا. قال أحسن ناس. قلت له أنا لا أرى ذلك، أنا أخالفك في هذا. إذن هو يريد الآن أن يعلل هذا الكلام، ها؟ يقول نعم أنذ ألمانيا تكنولوجيا كذا وتكنولوجيا كذا وفعل مرسيدس. أنا قلت له يا أخي أنت الآن ذكرت شيئا من الإيجابيات، هل عرفت عند في ألمانيا كل 48 دقيقة انتحار؟ هل سمعت عن هذا؟ لا. هل عرفت أن في ألمانيا 800,000، ليس 1,000، 800,000، يعني تقريبا 1,000,000 من العجائز من الكبار بالسن يدخلون دار المسنين؟ أي يعني الولد يقول انظر أبي أنت كنت يعني تنفق علي يعني 30 سنة 40 50 سنة، ولكن الآن ليس عندي وقت، أنا أدخلك في هذا الدار مسنين وأزورك كل نصف سنة، آتي مرة إليك وأتصل بك مرة واحدة في الأسبوع. هل عرفت هذا؟ هل عرفت أن في ألمانيا مثلا إذا دخل المسلم المستشفى كل يوم المستشفى مملوء، كل إخوان يأتون وزيارة، وما ممكن المرأة العجوزة الألمانية النصرانية هي هناك وكل أسبوع هي تجلس ولا أحد يزورها؟ هل عرفت هذا؟ لا، لأن هناك من يريد أننا نرى فقط السلبيات. الشارع نظيف، الشارع نظيف والملابس الداخلية وسخة، هذه مشكلة، دخل لدي النجاسة. أنت ترى فقط الشارع النظيف ولكن لا ترى المشاكل الأخرى، لا ترى المشاكل الأخرى، أنهم الآن ينقرضون. وكل هذا الحرب هي حركة الشاة المذبوحة. نعم، هكذا. شوف، لذلك أنا أقول لكم الحمد لله إذا نظرنا إلى هذا البلد لا ترى فقط سلبيات، في كل مكان في العالم يوجد سلبيات ويوجد إيجابيات، في كل مكان، في ألمانيا، في مصر، في أمريكا، ولكن البلد عموما جيد. إذا نقول الآن نحن نريد أن نزيد، نريد من جيد جدا، نريد ممتاز مرتفع جيد، صح؟ وكيف نصل لهذه النتيجة؟ أنا أقول لكم بكل صراحة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تبايعتم بالعنة وأخذتم أثناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجع إلى دينكم. وما هو من أعظم الرجوع لديننا؟ تطبيق شريعة الإسلامية. يا والله البلدان الإسلامية لا تخرج من الذل، من ذل الاستعمار، من الاحتلال، إلا بتطبيق شريعة الإسلامية. هذا هي حقيقة.